في 3 أكتوبر عام 1973 بدأت المرحلة النهائية من حشد القوات المختلفة التي تضم الأسلحة الثقيلة والمعدات، كما تم فتح باب الإجازات للجنود وتم الإعلان عن بدء التقدم لأداء عمرة رمضان، كما تم الإعلان عن تسريح دفعة قوامها 120,000 جندي اعتبارا من يوم 4 أكتوبر. وفي نفس التوقيت كانت القوات المسلحة المصرية تنهي استعدادها القتالي تحت غطاء المشروع تحرير 41. بدأ القلق يسود القيادة الإسرائيلية، وتم إعداد موقف بحث من الناحيتين العسكرية والسياسية. وكان مما لفت نظرهم في ذلك اليوم أولاً مناورات الجيش المصري تحت اسم تحرير 41، ثانياً تجميع 31 كتيبة صواريخ دفاع جوي على الجبهة السورية. وقد تم تفسير الموقف على الجبهتين المصرية والسورية كالتالي: قد يكون التصرف السوري بمثابة مجرد رد على إسقاط 13 طائرة ميج سورية يوم 19 سبتمبر، أما على الجبهة المصرية فنحن نؤكد أن مصر لا تستطيع شن الحرب. وكان مما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي آلي عازر: إن قوة جيش الدفاع الإسرائيلي وسلاح الطيران كفيلة بردع أي هجوم محتمل. ثم عقب موشا ديان قائلا: إذا عبر المصريون قناة السويس فإنهم سيجدون أنفسهم في وضع لم يتأهلوا لمواجهته، وسنأتي إليهم من كل جانب، وسيكون موقفهم أصعب كثيرا مما هم فيه الآن حيث تحميهم قناة السويس. أوفد السادات إسماعيل فهمي وزير السياحة المصري ليلتقي برونو كرايسكي مستشار النمسا لمتابعة أزمة إغلاق معسكرات تهجير يهود السوفيت. وجاء اختيار السادات لفهمي لأنه كان إلى وقت قريب يشغل منصب سفير مصر في النمسا، كما كانت تجمعه صداقة بمستشار النمسا كرايسكي. وكان الأمر بمثابة هدية من السماء للسادات لتحويل أنظار العالم إلى أوروبا بعيدا عن مسرح الأحداث الحقيقية على الجبهتين المصرية والسورية. وفي نفس اليوم 3 أكتوبر هاجمت دولة الصين موقف القوتين العظمتين لاتفاقهما على تمييع الموقف في الشرق الأوسط والإبقاء على حالة لا سلم ولا حرب بما يخدم مصالح الدولتين. في 3 أكتوبر عام 1973 أحس مسؤول في مجلس إدارة شركة مصر للطيران وكان ضابطا كبيرا سابقا في القوات الجوية أحس بواقع ما يجري في المطارات وفهم منه أن هناك شيئا محتمل، وخاف بعد أن تشاور مع وزير الطيران على أسطول طائرات شركته، فأصدر أمرا إلى الطائرات المسافرة أن تقضي ليلتها ابتداء من الآن في العواصم الأجنبية التي يتصادف وجودها فيها، حيث توقع أن تستهدف إسرائيل المطارات المصرية كما حدث في يونيو عام 1967. وحين علم السادات بما حدث راح يضرب كفا على كف ويستمطر اللعنات والدعوات، ولم يعد الاطمئنان إلى السادات إلا بعد أن أجرى اتصالا رمزيا بالجنرال سعد الدين الشاذلي مساء 3 أكتوبر ودار بينهما الحوار التالي: ها، ليس هناك شيء يدل أو يشير. الحمد لله ولدي نشف دمي، لكن هما جرالهم ايه؟ لسه نايمين في العسل باين عليهم ولا يكونوا رأدين لي في الدرة؟ قال أرييه شاليف رئيس شعبة الاستخبارات الحربية الإسرائيلية لرئيسة الوزراء جولدا مائير: أستطيع أن أؤكد لك يا سيادة رئيسة الوزراء النوايا الهجومية لسوريا ومصر. إنها أنباء مزعية. سوريا تخطط لاحتلال مرتفعات الجولاني بالكامل بواسطة 3 فرق مشاة وفرقتين مدرعتين. حقا؟ ينوون على ذلك؟ أما بخصوص مصر فلقد جاءنا تأكيد من مصدرنا الهام داخل الرئاسة المصرية يوم 30 سبتمبر أن مصر تنوي الهجوم على سيناء، بينما تهاجم سوريا مرتفعات الجولان في نفس الوقت، ولكن تقديري إن مصر لا تستطيع الدخول في حرب. حرب؟ هل يمكن للسوريين أن يبدأوا الحرب ويجروا المصريين إليها؟ الأسد شخص واقعي وهو يدرك أنه لا يستطيع خوض الحرب بمفرده، ويعلم أننا نستطيع أن ندخل دمشق إذا بدأ الحرب. وأخيرا فإن رئيسة الوزراء الإسرائيلية عبرت عن فهمها للموقف بكلمات قليلة قالت فيها:
لنفترض أن مصر وسوريا تتحركان ليبدأ الحرب، فأنا أوافق على المفهوم الذي يفرق بين وضع كل من مصر وسوريا، وأعتقد أنه لا خلاف بيننا على ذلك. فالمصريين إن تمكنوا من عبور قناة السويس، ولكنهم سيكونوا بعيدين عن قواعدهم. إذا ماذا سيعود عليهم في النهاية؟ وفي نهاية اليوم أوصى ألي عازر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالإبقاء على الأسلوب الحالي في التعزيزات المحدودة، ولم يطلب ديان استدعاء القوات الاحتياطية، فمنح السادات نوما هادئا في نهاية يوم 3 من أكتوبر عام 1973.